السيدات والسادة الحضور، نرحب بكم اليوم في مقر أعمال إقليم صداد لحضور حفل التوقيع على اتفاقيتين تهدفان إلى بناء مدرسة تأهيلية وداخلية، وكذا تأهيل مدرسة الهديلات ببناء 7 حجرات دراسية وحجرة مخصصة للتعليم الأولي، وذلك بشراكة بين السيدة الفاضلة المحسنة نجية نظير وعمالة إقليم سطات والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين سطات. وقبل أن نشرع بمعرفة هاتين الاتفاقيتين، ندعو السيد عامل إقليم سطات لإلقاء كلمته في الموضوع. السيدة الفاضلة نجية نظير، السيد رئيس المجلس العلمي، السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، السيد رئيس جماعة ولاد فارس، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتكوين والمهني، السادة المهندسون، المهندس المعماري ومهندس مكتب الدراسات والمهندس الطوبوغرافي، السادة ممثلو وسائل الإعلام، حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته. يسعدني في البداية أن أرحب بالجميع في هذا الحفل الذي يرمي إلى تكريم السيدة الفاضلة المحسنة الحاجة نجية نظير، وتكريم هذه السيدة والشكر والثناء لهذه السيدة على تفضلها وموافقتها لبناء ثانوية تأهيلية بولاد فارس، وكذا تأهيل 7 أقسام بمجموعة مدارس ولاد فارس. أريد بهذه المناسبة باسمي الخاص وباسمكم جميعا أن أشكر السيدة الفاضلة وأطلب منكم الوقوف تحية وتقديرا، أن السيدة الفاضلة هي بنت ولاد فارس، جماعة ولاد فارس. بناء هذه الإعدادية وتأهيل مجموعة مدارس ولاد فارس سيساهم بشكل كبير في نشر العلم والمعرفة والحد من الهدر المدرسي. هذا العمل هو نموذج ومثال يجب أن يحتذى به من طرف جميع النساء والرجال الميسورين للمزيد من العمل الإحساني في إنجاز المرافق الاجتماعية والبنية التحتية وفي المساهمة في التنمية الاجتماعية المحلية، وما أحوجنا لهذه المرافق وهذه البنيات التحتية على الصعيد المحلي. هي صدقة جارية وهي في منزلة بناء مسجد أو بيت الله، لأنها تعود بالخير وبالنفع الكبيرين على شباب المنطقة الذي يعتبر الركيزة الأساسية وأمل مستقبل بلادنا. حضرة السيدة والسادة، إن هذا الحفل سيتم فيه توقيع اتفاقيتين. الأولى تتعلق ببناء ثانوية تأهيلية على مساحة 13,000 متر مربع تقريبا بكلفة إجمالية تقدر ب 12 مليون درهم، وتتكون هذه المؤسسة من عدة أقسام للدراسة ومختبرات للتجارب العلمية وقاعة للإعلاميات وخزانة للكتب وقاعة للمطالعة وساحات وملاعب رياضية إضافة إلى الإدارة والسكن الوظيفي. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتأهيل الوحدة المدرسية الهديلات التابعة لمجموعة مدارس ولاد فارس بكلفة تقدر ب1 مليون درهم، وذلك بتعويض 3 حجرات من البناء المفكك بحجرات من البناء الصلب، وبناء 3 حجرات إضافية للتعليم العام وحجرة للتعليم الأولي، إضافة إلى بناء 4 مرافق صحية وترميم سور الوحدة المدرسية وتأهيل ساحتها الداخلية. حضرات السيدات والسادة، إن إنجاز هذين المشروعين سيساهم في تعزيز وتحسين الخدمات التعليمية في جامعة ولاد فارس بشكل خاص والجامعات المجاورة بشكل عام، وسيفتح آفاقا واسعة وواعدة أمام الناشئة
من أبناء المنطقة للتحصيل العلمي، مما سينعكس إيجابا على المستوى التعليمي وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة. في الختام بدون إطالة أجدد الشكر والتنويه بالسيدة ناجية ناطير، وكذا بجميع من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذين المشروعين الطموحين اللذين يعدان بادرة طيبة وفريدة من نوعها نتمنى تكرارها في جماعات أخرى، وأخص بالذكر مكتب الدراسات والمهندس المعماري اللي حضر معنا السحصي والمهندس الطبوغرافي. كما أغتنم هذه المناسبة لأشكر السيد رئيس جماعة ولاد فارس والسلطات المحلية والسيد مدير الأكاديمية والسيد المدير الإقليمي على مواكبتهم لإنجاز هذا المشروع حتى يخرج إلى حيز الوجود إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا البلد الأمين، حتى نكون جميعا عند حسن ظن مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بصاحب السمو الملكي المولى الحسن، وأشد عضده بصاحب السمو الملكي المولى رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دان لي توقيع الشراكة اليوم مع يعني محسنة مواطنة لبناء مشروعين تربويين، بناء ثانوية تأهيلية بداخلية وتأهيل مؤسسة تعليمية ابتدائية بإقليم سطات. هذا النوع من المبادرات ما أحوجنا إليها يعني في منظومة التربية والتكوين لتفعيل يعني الشراكة ودعم المؤسسات التعليمية ودعم منظومة التربية والتكوين في يعني أفق إصلاح المنظومة تنزيلا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030. هذه المبادرة المواطنة اليوم يعني نأمل توسيعها وتعميمها يعني في باقي الأقاليم وفي باقي جهات المملكة. مناسبة لتقديم الشكر يعني للسيد العام الإقليم سطات والسيدة المحسنة يعني على المبادرة المواطنة والمبادرة الإنسانية التي تدعم من خلالها تلميذات وتلاميذ الجهة وتلاميذ الإقليم. وأكيد يعني ستلي هذه المبادرة مبادرات مواطنة أخرى من محسنين آخرين ومن شركاء آخرين سواء من القطاع الخاص أو من المجتمع المدني. اتفاقية شراكة هذا اليوم بمقر عملة إقليم سطات بين عملة إقليم سطات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة البيضاء سطات، المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتنمية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسطات، والسيدة ناجية ناظر بصفتها سيدة أعمال. محتويات هذه الاتفاقية في شطرين، الشطر الأول يتضمن بناء ثانوية تأهيلية بجناح داخلي، والشطر الثاني يتضمن بناء ثلاث حجرات بوحدة مدرسية إلى جانب تعويض ثلاث حجرات من بناء المفكك وتأهيل الفضاءات الداخلية للوحدة المدرسية، بناء أربع مرافق صحية وقاعة للتعليم الأولي. هاتين الاتفاقيتين اللتين ستعرفان النور خلال الأيام القليلة المقبلة لفائدة جماعة ولاد فارس، والتي سيكون لها الأثر الطيب في تشجيع التمدرس والحد من ظاهرة الهدر المدرسي وكذلك تجويد التعلمات بهذه الجماعة الترابية. السلام عليكم. أنا نهار كبير عندي هذا، بني حسيت براسي درت واحد المبادرة اللي غيستدن بزاف الوليدات، وإن شاء الله الوليدات هما غيكونوا مجتمعة المغرب، وكنتمنى الناس محسنين يعني تا هما يجي ويديروا هاد المبادرات، ونتمنى الخير لكل واحد والله يجيبنا في الصواب. هادشي اللي كان التكلفة ديال هاد المشروع ما يقارب 12 مليون درهم، وإن شاء الله وقعنا اتفاقية الأرض، لأن اتفاقية الأرض هي كانت خارجة على المبلغ ديال 12000 درهم، وهادشي اللي كاين. ما كانش عراقيل أثناء؟ لا الحمد لله، لا الكل باب دقينا، تحل بوجه وتحل يعني فرحانين الناس. ساعة العمل توا ما قصرش، يعني كان من أول وحدة اللي واقف معنا في هادشي باش يكون على ما يرام، والحمد لله كل شيء تيسر الحمد لله.
وكنت نتسناو غير الدعاء من المواطنين يدعوا معنا وهادشي اللي كاين. يعني علاش بالضبط مؤسسات علميه؟ علميه الميزه دابا كما كيكون يعني المساجد كتبنى بكثره، فالمسجد يعني ممكن تصلي في دارك، ممكن هذا، وكتشوف البلايص كتلقى مسجد حدا مسجد، بلاصه حدا بلاصه، فعلاش الوليدات في الباديه علاش ما يلقاوش حتى المدرسه التعليميه الثانويه؟ لان كيدي بلاصه واحد تقريبا واحد 15 كيلومتر ولا 20 كيلومتر، خصوصا البنات غيكثر الاغتصابات، كيغصوا المشاكل، الولد ملي كيخرج من الدوار ديالهم كيمشي مسافه بعيده كيتعرض يقدر يولي يدير مخدرات يدير هذا. فاحنا نحاولوا نقربوا هذا الشيء، لان كنشوف الحمد لله وسيدنا توا كيزيد ياكد على التعليم، حنا غادي ورا سيدنا واللي قال لنا بنا سيدنا كنمشيو وراه، حنا راه بالاشاره ديال سيدنا. اسالوا تبارك وتعالى ما رفع اكف الضراعه اليه جل وعلا، ندعو باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكون لمولانا امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس المربي الأول راعي العلم والعلماء غرة الثقافة والمثقفين أن يكون له وليا ونصيرا ومعينا وظاهرا. اللهم متعه بالصحة والسلامة والعافية، اللهم ألهمه المزيد من التوفيق والسداد في مسيرته الإصلاحية والتنموية، اللهم أدمه في دور المجد والسؤدد، اللهم اكرأه بعينك التي لا تنام، واحرسه بعز سلطانك على الدوام، واحفظه بآلائك التي لا تضام، وابقيه قرير العين سعيد الصدر بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، أنبته الله نباتا حسنا وجعله نجلا بارا مباركا. كما نسأل تبارك وتعالى أن يشد أزره ويقوي عضده بصنوه وشقيقه الأمير المحبوب مولاي رشيد. ونسأل تبارك وتعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على هذا البلد الأمين تحت القيادة المتبصرة والإمرة الرشيدة لإمارة المؤمنين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.